الإطار، التقسيم إلى آخره. أستاذ علام، القضية الليبية أصبحت قضية دولية الآن، يعني نلاحظ الصراع الدولي في القضية الليبية، المشهد الليبي أصبح على ملفات دول عدة. إيه، لكن الاتحاد الأوروبي يضغط على تركيا لمصالحه هو وليس لمصالح ليبيا أو دول شمال أفريقيا أو غيرها. كيف يمكن الاستفادة من هذه العقوبات على الصعيد المحلي؟ أيضا الشراكات الليبية مع تركيا قبل عام 2011 تحتم علينا أن نجلس على طاولة واحدة مع تركيا حتى نفكك هذه الشراكات والعقود التي صرف بعض من المليارات عليها والأخرى معلقة، يجب أن نضع حلول لها، لا يجب أن يتم الفصل. لربما نخسر نحن كدولة ليبيا لو يعني امتنعنا عن التواصل مع هذه الشركات بعيدا عن الحكومة وسياسة الدولة التركية، ولكن هذه الشركات وهؤلاء رجال أعمال أتراك وغيرهم يجب أن نجلس معهم لنضع حلول لهذه الشركات ولهذه التعاقدات التي تفوق أكثر من 24 مليار منذ عام 2011، وسياسة التنمية ما قبلها في جامعات، في مؤسسات تعليمية، في مؤسسات صحية إلى آخره. الدول تبحث عن مصالحها، ونحن للأسف سلمنا أنفسنا للاتحاد الأوروبي وغيره من الدول العظمى حتى يضع لنا حلا والناتو إلى آخره، ولكنهم أصبحوا يتاجرون ويسمسرون بالقضية الليبية. يجب أن نحن نتفق كليبيين أولا، ثم نلجأ إلى إظهار رأينا وقرارنا على المستوى الدولي. نعم. طيب، كيف تبعت الانقسام السياسي وحتى العسكري في العاصمة طرابلس بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق ووزير داخليته فتحي باشاغا؟ لنكن صريحين، الآن المجتمع الدولي يضغط على أن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا. لو رجعنا إلى التاريخ حصل هذا الأمر. للأسف أن نحن لربما يعني أمامنا خيار واحد، سيد القائد العام والقائد الأعلى السيد رئيس مجلس النواب، ليس هناك خلاف على هذه الشخصيات ممثلة لبرقة أو مطروحة لأن تتولى الوظائف السيادية العليا، لكن هناك خلافات جذرية. طرابلس كمدينة منفصلة عن مصراتة، عن الزاوية، الجبل الغربي، قبائل الطوق كلهم يرغبون في أن الزنتان، كلهم يرغبون، الأخوة الزوارية في زوارة ونالوت وغير، كلهم يرغبون في أن يكون لهم ممثل، لا يثقون في أنفسهم، ولهذا بدأ الصراع منذ الآن. يعني حتى في تشكيل لو رجعنا للتاريخ الجمهورية الطرابلسية وضعوا 4 رؤساء لهذه الجمهورية، ولهذا سقطت وفشلت. الآن المشكلة، الأزمة السياسية وحتى الأمنية في طرابلس هو من يمثل طرابلس كأقليم. ربما اتفق الجنوب على من يمثل، واتفق البرقة منطقة شرقية على من يمثل، لكن طرابلس لم يتفقوا على من يمثل ولم يتفقوا أيضا. نعم. لم يحصل بينهم اتفاق. نعم. كل مدينة ترغب في أن تكون ممثلة بنفسها، الزنتان تخاف من الآخرين، المصراتة تخاف من الآخرين، الزاوية، طرابلس نفسها لا يثقون في السراج ومجموعات المستشارين من حولي، ولهذا هذا الصراع الذي تراه الآن هو صراع من يمثل طرابلس. نعم. أشكرك الأستاذ علام الفلاح المحلل السياسي المهتم بالشأن المحلي، كنت معي عبر الهاتف من بنغازي.